والبدينا وبالريح ما نسمينا يا الله هللوا وقولوا يا الله وثانية عنا بالميخ ترى صلينا يا الله هللوا وقولوا يا الله وثالثة لن فتحنا الخط وقرينا يا الله يا مرحبا المستمع لك منزل عالي معنا هللوا وقولوا يا الله كسر وريح ما نغني مبنى وما غنى ومعنا هللوا وقولوا يا الله في ذاعة الشباب نقول من العماني يطربنا هللوا وقولوا يا الله والخاتمة يا المغني سمعنا قولك السلام عليكم مستمعينا أينما كنتم لتستمعوا لإذاعة الشباب برنامج كاسر ورحماني نمسي عليكم وننثر لكم التحايا بالورد والمسك والعنبر والبخور والزباد والعطور وكل كل كل أنواع الطيب لكم مستمعينا أينما كنتم اللي في الطريق متوجه إلى مسقط أو أي مكان نقول له هلا هلا في الطريق اربط حزام الأمان ولا تنشغل إلا بالطريق خلي التلفون وخلي كل الأمور عنك إن شاء الله بتوصل بالسلامة تواحي للتلفون وتواحي للأمور الثانية كلها سوي لك فوادين في الطريق وحنعطينا ربع فواد بس يسدنا اللي قاعد مع ربع في اي مكان هو الحين نقول ان شاء الله تقضي وقت ممتع معانا وتستمتع ببرنامج كاسة ورحماني اللي في البيت مع اسرته ويستمع لبرنامج كاسر ورحماني نقول ان شاء الله تقضي وقت ايضا ممتع معانا وانت كيف كم ساعة الحين ثمان حد يتعشى او حد يشرب له شاي حد يشرب له عصاير والله هو الشاي الحين ما اظن يكثروا لان صيف وما اعرف ويش وكذي فما يكثروا له وايد بيكون يكثروا له ما حد يعرفهم حد على يمين يقول كلام وحد على يسار يكح تعرفوهم بعد ما خبركم الكاسر والرحماني ممتد معاكم من الآن حتى الساعة العاشرة ينغنشكم ويسمعكم الأغاني الحلوة ويطربكم ويختار لكم الزين ويخليكم تتمايلوا يمين ويسار واليوم ما شاء الله لابس مصر والمصر فيه فريخة وهيش هذاك تهين مخيط عبدين شوف زركيشة وما زركيشة مطرح مطرح ما أقول أنا يشغل مطرح ينشاف إن يشغل مطرح عبدين البلوشي المخرج يسلم عليكم كثير السلام في المتابعة والتنسيق دائما أخونا سيف الهلال ويسلم عليكم وايد اللي يتحكم معكم ويسولف ويسمع قصايدكم وشلاتكم ورمساتكم واليوم بيدردش حد وإحنا جايين حقيقة شوف أنا ما أحب اللي تحت الهواء ولا اللي فوق الهواء كله أقوله قلت لهم اليوم بعصركم مثل ما عصر دشداشة وبنخلكم نخل بطلع منكم الأولي والتالي قالوا هو يا سالم حنطيباتنا ذي نباكي ذي تنخلنا تعصرنا اللي تبى تقوله قوله يوم ما بتعصرنا يوم ما بتنخلنا ما بنقول شيء لكنكم بونك يا سالم لا تسكت عنا البر من يبدأ البرنامج لآخر البرنامج يوم لا تروم قول وحن معك على الخط وانا اعرفهم من هم بيقصروا الكاسة والرحماني يأتيكم من إذاعة شباب من سلطنة عمان احنا متواصلين معاكم لكن بعد الفاصل Thank you.
هو يعين علو يا هودي يا هودي يا أهل البيت شايل ما هو يعين. علو يا هود يا هود يا أهل البيت شايل ما هو يعين. هذه زفة زفة العروس طبعا ومعروفة في الشرقية خاصة عاد لما هم يمشوا أول شيء ويقولوا أول شيء وايد أول بدينا وبالرحمن سمينا وانت ماشي وانت ماشي وانت ماشي. يوم يوصلوا عاد عند بيت العروس يجيبوا العروس من بيته يوصلوها لبيت زوجها يقولوا علو يا هود يا هود يا أهل البيت شيل ما عطشانين صح والشربة موجودة الله الله ايه الشربة موجودة ايه بي... لكن ما حالهم كلهم مش لها واحد ايش لها واحد ولا الباقيين الباقيين مشي ماشي ماشي معكم يناولوا يحلى زين زين عادوا يشلوا عروسهم ويتوكلوا هذه زفة معروفة الكاسر والرحماني يأتيكم من إذاعة شباب من سلطنة عمان. على يميني واحد صاق المصرة على صوب ومتمصر له تمصيرة صورية ولابس دشداشة صورية لابس دشداشة صورية ومزراية لكن ذي أظني ما أقل عن 60 ريال 70 ريال 80 ريال توصل كم بعدك ده؟ بعدك دوس شوي دوس بعد ندوس 100 تبغى تشوف هي الزركشة هي الزري مال 80 مال 90 صار 100 ما عارفك انت 150 يلا أي شغلة فاقة هاي شغلة فاقة شو هذه على فاقة مش مس مس تبغون احمد دخلنا الاعلام هني العالم كله توقف تلفت ايش الا انتوا راكم توعد هت زرقيشه وهت فنينه زين اقول لك اقول في الاذاعه ما حد بيشوفك لا عشان بنصورك بعدين بنصورك قالنا هناك في البوابه انتم هين جايين النار كيف مين جايين تشوفوا تشوفوا الدشداشه شوفوا الدشداشه تم يسولف معني وتشوفني يسولف معني وتشوفني عرف الدشداشه خلص الحين شفت الالوان من المرسوم خلص شفت خلينا ندخل والتمصير على صوب مبونك يتمصر اني لا اليوم زايد اليوم اليوم زايد يلا اليوم اليوم ما يحتاج اليوم زايد ها شوي الصقبه زايدين الصقبه زايد همزه زايد زين قرب شوي قرب يوم تتكلم عشان يسمعوك زين وهذا اللعب ما اقول اسمك وهذا على يساري الحين بسالك سؤال هل يديل اللابسنها وهالمصر المزراي وهالتعب كله حياك من ما تروح كي حياك حياك سالم هذا تراث مخلف مره ما يحتاج كلام فيه انا شايف انك في راس حتى يبكي يبكي مسمى تلبس لازم احنا عاد في الشارع نقدمه قدام وانت اقول لك يا يمونك لان جاي ترمس لابس كي يعني مره متزركش لازم عاد لازم نحد الصقله على عنا على يميني شاعر وليد بن بخيت السناني منصور العفيه حياك سالم حياك مرحبتين وليد ابو سهله حياك الله حياك الله يا شرفتنا ونورت البرنامج تشرف وجودك طال عمرك تسلم الغالي يعطيك العافيه وعلى يسار ايضا الشاعر علي بن زعل بن زعل نعم. الراسبي المعروف بن زعل بن زعل تقول علي بن سعيد بن محمد بن حميد ما اعرفه لكن يوم قرب قرب عليك المايك شويه قرب قرب عشان يسمعوك خوتك مرحبا مرحبا حي الله انزين لو تجي الوافي وتقول علي سعيد مثل ما سالفه خمسات لهي واحده لهي يوم بتقول علي سعيد من اليوم لين باكر ما حد يعرفه مره لكن حب تقول علي بن سعيد بن محمد بن حميد الراسبي ما حد يعرف لكن قول علي زعل حتى ضر اللي تحت الحصى بيقول لك ندلة حتى الحصى بيتكلم مره لكن معروفين علي في يعني في الوافي يقول لك ولا تزعل الحمد لله رب هي يعني عاد يوم يقولوا ولا تزعل في الوافي خلاص معروفين بس انت عاد حدد من منهم عيال زعل احنا كلها الحمد لله سبعة انفار كلها في الطرب مطاربة في الطرب في البوش في الخيل في جميع الطروبات وفي الطواعة بعد ما شاء الله هنا ما تبى يعني مرة 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 في كل شراع كل هبوب نعطي شراع على احسن احسن يعطيك الصحة والعافية وبعد علي يعني ما شاء الله عليك يعني من اهتمامك بالفن واهتمامك يعني بخوتك المطاربة سويت لهم مزرعة
زين وتسوي طروبات هناك ورزحات. نعم نعم نلتقي فيها فوقات السمر والسهر وحاط مره مكان مطيب وكل الناس تعرفه مره ما شاء الله. تسوي اي مشتهره تسوي رزحات وكذي يعني رزحات تسوي فنون بروحنا نختلي على صوب والامور في العسل يعني مشان. وزامط المزرعه يوك من كل صوب من ربعك. كل صوب نعم ربعي وقروب ان شاء الله بس تضيف معانا سالم انا مخبرك. لا لا لكن لازم 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 بيك ان شاء الله انك امبوني ملتقينا في صوب قلت بي وبي بعدني ناوي مبوني مبونا رقادنا يومين هناك نقعد معك. حياك حياك مرحبا نادر. مرحبتين وليد. حياك سلام. الحين جاي منصور الحين واصل منصور. هذا وصلنا منصور. وعلي كذلك من الوافي جايين الحين. نعم جايين مع بعض. نعم جايين مع بعض ما شاء الله. بس تشيكنا لما تشوفنا لما تشوفنا قدامك الحين. جايين طريق قريات ولا العق؟ قريات اقرب لكم. كيف؟ اي اقرب. بعد مره سالم؟ لا ما يستوي. لا خلاص خوي. جايين وعلى يمينكم البحر. وما ان شاء الله ما بودك الشارع يخلص كوس ما بودك يخلص الشارع يا مصغط خليك بعيد وانت شفت روحك صحيح انت متي متي مننا لا يي هناك لهي لهي لا. دربي انا يوم يي مرات يي العق ومرات يي يوم تشوفني ابي تشوف بحر وكي اي صوب قريات طيب كيف كيف يوم توصل كيف تشوف عمرك ما بوصل يلا اسموني مسرع كأنك مولود من يدي اللي وراي بيمل أما اللي يسرع في هذا الشارع مرة ماشي بلقطة خروفتك مرة ماشي يعني عرس في صور وطالبين علي قصافي نعم قلت أنا أستغل الطريق وموني يعني أوصل مفروض أنا مشتل مني الظهر العرس في قلهات وأوصل يعني معهم يقول أنت الساعة 3 يبدأ غيهم 3:30-4 يبكي تصدق ما بوصل اظني فوق 20 قصفي اللي مسمى واعطيك من الشعر بيت بعد شايف المنطقه اللي بعد الضباب ايه تقريبا 5 كيلو 6 كيلو دائما ما شاء الله يكون فيه الجو مغيم صحيح سبحان صح الله. ايوه قريب الجبال ترى سبحان الله ايه قريب الجبال وعاد جبل وبحر والبحر فوقك والجو مغيم ايش تتكلم ايش اقول الكلام هي الروحة انت مسوي كم قصافي جليت اقول لك فوق 20 قصافي قول عمرك زين ما عرفت الكلام من هنا يجي للروحة الله الله حياك الله وليد حياك الله علي وليد وعلي اول مره طبعا نستضيفكم في برنامج كأسة ورحمانة حتى اول مره ما استضف حتى على التليفون ما استضفناكم وليد ما شاء الله تطرق أبواب يعني فنون كثيرة نعم يعني تخبرني هيش الفنون أكثر شيء اللي أو قول أنت اللي أنت طرقت بابها نعم. وحسيت أنك وجدت وليد موجود في هالفن نعم ما بمتعدي عليه أكيد أكيد نعم. أكيد أنت تكلم على الميدان بداية الميدان طبعا لأننا عاشرناه ونشأنا مع من الصغر يعني طبعنا عليه وكبرنا وكبر معنا الميدان من خلال الممارسات معنا في المنطقة وبرع وهو فن الأساسي طبعا الرزحة أمبوم تشحشح بوزلف حين صحر أساسي خلاص بوزلف من المسلمات الحين أكيد أكيد وبوزلف وهذه وباقي الأمور نعم. نعم. نعم شوف رغم أنك أنت يعني من ولاية صور نعم. لكن ما استهواك أو ما بغيت أو قول أنت ما لقيت عمرك في الفنون البحرية والله هناك يبقى في ميول سبحان الله يعني تحصل اشخاص ما مال قلبك ما مال قلبي وغلت من ممارسة بعد نفس الشيء لان احنا من الدراسه وسيده وشغلتنا امور العمل الدوامات وقول انت ما مشيت صوب البحر لا لا لا, لا. صوب فن البحر وما بالضروره ترى يعني لا. يمكن فيها يعني في ناس يمارسوا فن البحر لكن ما يمارسوا الفنون الاخرى اكيد اكيد, أكيد والعكس أكيد صحيح أكيد أكيد. وفي ناس على فكره يمارسوا ميدان ولكن ما يمارسوا رزحه ترى يا سالم هذا اللي يقول لك صاحب بالين كذاب صحيح يعني ممكن ان يكون شاعر رزحه وشاعر ميدان لكن من الطبيعي بتلقاني تفوق في شيء في شيء في شيء معين يتوفق على ما تقول شيء طبيعي شيء بديهي نعم شاعر ميدان او شاعر رزحه بتلقى ميوله او قوته اكثر في فن معين فن معين اللي يطرب له قلبه اكثر يهواه لقلب اهم شيء ترى هواك القلب صحيح ما قال سالم نعم علي حياك ما شاء الله يعني الوافي كثير فيها شعراء يعني سبحان الله نعم. والشعراء هذا يعني معظمهم اكثرهم كانه من عائله واحده سبحان الله يعني لو يينا الاولاد زعل وخمسات وعياله قول نعم. انت سليمان نعم وكذلك
يعني عبد الله الراسبي. نعم. اللي انت تكون خاله. نعم عبد الله سعيد. عبد الله سعيد وشعراء كثيرين موجودين في الوافي معظمهم يعني في رابط عائلي يعني في شعراء طبعا اخرين لكن يعني معظم الشعراء او قول انت المجموعه هذيك معظمها تكون من الاسره يعني السر في سر معين السر المعين يعني تشجيع الاهل ووقفتهم في هذا الفنون والرقي للافضل يعني نعم ونتعلمه ونمارسه بعضنا بعض ويمكن بعد ايضا اهلكم اسسوا لكم نعم احنا طبعا مع اهلنا في كل فنون رحمه الله عليهم شيابنا وتعلمنا منهم الموروث يعني نعم. والدك يعني والد زعل معروف انه من فنانين من ملحنين نعم. والملحنين البارزين في الوافي واصحاب الايقاع بعد نعم لكن ما يشعر لكن يحفظ كان يحفظ الشعراء ما كان يكتب شعر او ما يقول شعر ما يلقي الشعر ابدا بس يحفظ الشعراء ما شاء الله راوي راوي الشعراء نعم ومغني ومغني ايقاعي وملحن بعد كان ملحن مشهور يعني في البلد اي فن في الفنون الرزحه خاصه يعني خاصه في الرزحه وجميع الفنون مثل الخيل هم الخيل والبوش بعد والتغرود يعني ما شاء الله عليه ملم في كل شيء واحنا تعلمنا من وراء يعني وليد نعم لو قلنا لك حديد ود مقص ثني ود مقص ثني ود مقص نعم وش بتقول بقول ثني ود مقص الهرم بالنسبة لي يعني ثني ود مقص وتصنقور السناني ايش بقول لك يعني ما انت عايه مهم مهم كيف بدخل عليك يعني اختصر ثني ود مقص ثني ود مقص منظومة من الفنون ونهر اشرب على ما تقدر خذ بس يكون قلبك حي اذا قلبك حي بتاخذ وبترتوي واذا قلبك على صوب لا لا ما بيكون على بدون صوب. تعليق بدون تعليق اذا قلبك اذا قلبك على يانب هو مبون عنك على يانب ما يفيدك ما يفيدك ما تتلاعبوا ترى القلب بعيد اذا القلب بعيد خلاص هذه مشكله وخاصه الفن يبقى قلب حاضر معلوم واذا قلبك مال شويه ما إذا مال قلبك ما تودر تخليه في ستور قول بيك باكر بي ميلوبك لا لا تخليه تخلي بي باكر لا لا شفت اللي يكتب في الرمل يات الهبوب السايبة وروح مرة ترى قلبك ما بحاضر صحيح لكن خليك تنحت في الصخر لا لا لا, لا, لا. مرة لا. اللي ينحت في الصخر غير على قول يعني الفرزدق يعني الفرزدق كان ينحت من الصخر وجرير يغرف من البحر, من البحر, من البحر نعم. وليد نعم وعلي بنتكلم وايد حن تفضل بعدها مطولة لين لنفض لين الساعة لين الساعة عشرة زين ما شاطنا شي حنجري بذيني ما شاطنا شي المستمعين بيسمعوا شي يعطيك العافية ياك الله بنبدأ مع علي زين بنبدأ مع علي علي هيش بتسمعنا كبداية لأن حنشوف بنسمع منك بنسمع من وليد ونطلع فاصل مرحبا مرحبا هي. والله يا بنسمعكم احنا قصاف الدخول مع بعض أهل. وليد ما عنده قصافي الدخول وانا عندي الوداع زين انت الوداع اخر شيء بيكون انا الوداع اخر شيء مره يقول وليد يا لالي 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 أبو سنوار عمان في عهد صبحة عروس في عهد صبحة عروس أبو سنوار عمان في عهد صبحة عروس اللي في عهد صبحة عروس تاريخي عبر الزمان للناس عبرة ودروس وللناس عبرة ودروس قابوس نوار عمان في عهد صبحة عروس وفي عهد صبحة عروس
تاريخي عبر الزمان للناس عبر وديروس للناس عبر وديروس قابوس نور عمان في عهد صبحت عيروس اللي في عهد صبحت عيروس تاريخي عبر الزمان للناس عبر وديروس وللناس عبر وديروس قابوس نور عمان في عهد صبحت عيروس في عهد صبحت عروس. ايش يقول كلام؟ ايش يقول؟ غابوس نور عمان في عهد صبحت عروس تاريخ عبر الزمان للناس عبر ودروس. صحيح. زين الله يسلمك. ما قلت لك يبالي قلب حي سالم؟ اكيد قلب.
عباره يا عباره يا عباره بلغي سلامي للحبايب يا عباره يا عباره الله بلغي سلامي للحبايب يا عباره يا عباره والقلب لحن وتوله يا عباره يا عباره والقلب لحن وتوله يا عباره يا عباره. رامسين مترمسين في الكاسر والرحماني طبعا بوجود ايضا شعراءنا علي بن زعل الراسبي ووليد بخيت السناني ما شاء الله عليهم نورينا في البرنامج. أيضا الرسائل النصية مستمعينا على 90456 90456 الهاتف 24689-8151 لكن سامحونا اليوم ما بناخذ كثير اتصالات لأن شعراءنا موجودين ما شاء الله وأيضا أنتم ما نستغني عنكم ولكن أيضا رسائلنا النصية على 90456 90456 ننتظر كلامكم ورمستكم الطيبة وخروفتكم الزينة لأن كلهم اللي معنا اللي على اليمين وعلى اليسار يقولوا خروفة الزين. الرمسة ممتدة الحين 8:30 و31 بتدخل 32 لين الساعة 10. تذكير أيضا للشارع الرياضي صحم متقدم على الظفار 3-2 دقيقة الحين 67 صحم 3 الظفار 2 أتمنى التوفيق للفريقين. وليد وعلي الحين وليد يكح شوية مسمى علي عليك إنزين إن شاء الله كحيت قبل أنت لا سبحان الله يبنى للشاي يا معك شاي عندي شاي سبحان الله لا تغير أنا علي الجو أنا أبوني مضاري على السفرة تصدق سالم أخوي أنا من انتقلت في الجعلان يمكن الدوم جعلان إلي 15 سنة أول كنت أداوم مسقط وبعدين نزوة أنا في الشرطة طبعا السلطانية نعم لي 15 سنة ما طلعت بر مكان وسبحان الله أقول لك ما حد يسمعنا هات شايب لا ما إني شايب بس سبحان الله فكرتي كذي شايب 15 لا سنة لا بعد مسكين بعد لا 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 15 سنة أنا بعد ندرس أي منتقل 15 سنة أيوة أنا أظني يا رجال أظني يمكن صف السادس أظني يا رجال أنا الحين في عمر يعني ما شاء الله لكني يمكن يعني انت استويت يد ولا بعدك بس تقريبا في الطريق فطر ما شاء الله لكن قلت لهم ترى لا يقول يدي بضربه لكن ما شاء الله عليك مبين شباب انا يبى تقول لي كم اعطيك صراحه صح تفضل لا انزلك ولا انقصك اعطيك 35 ترى كذي 34 35 ولكني عندي عمر ترى تعطيه كم وليد مستريح في مزرعه فيها رسح وفيها ميدان وفيها جميع فيهم سالم كيف بيكون شراء تقول قرب وليد قرب انت حين شوي ارتب لك المايك ها الحين انت حين يبي يقرب معي حني يبي يقرب عيت هو يقول عبدين يبي يقرب معك هذا حاب اني هي سوي اعرف عبدين ليش الحين زين انت ما قلت مسوي مزرعه ايه مزرعه ايش فيه وعزبه بعد عزبه المزرعه طرب ورمسات وعلى اكل ورحمن وراحه كيف تبغى يشيب خبرني ماشي صدقني يمشي في راحه ويصبح في راحه حن شيب وبعد مزرعه خضره بعد مكي بقول لك شيء قول انا قول انا وياك بنقول شو لما يقول مطوع الله يرحمه رحمه الله عليه امين يقول سوا علي قلب المستريح لسان انت ما يلومني لو المغنم ناوله الله الله لو إن ناوله هو المغنم أول شيء ما بيلومني لكن المغنم ناولني أنا أول شيء سوا علي قلب المستريح لسان نعم ما يلومني لو المغنم ناوله كيف قال نازمني غنم لي بدلة عيطمان وتمت فراسي تغزل سنتين كاملة لا هو كلام اللي مستعد قول عنه أنت أيوة لا هو رد حياك علي حياك سالم قلت لي ما تطلع وايد من الوافي لا راحت القلب انا الحمد لله ماشي الهم ولا ازعل احسن ما اعرف الزعل تراني وليش يزعل هو رغم ان اسمك علي زعل بالرغم من الزعل لي قلت لهم اللي بيزعل علي باخذ عليكم ايش ضرايب ها لكن وليد شرب شهيك شرب شهيك ايش بقول لك في الشاي الحين؟ ها؟ ما بكلمك عنه زين عيبك؟ يلا
ابغى تزيدني اثنين منهم بزيدك كل شيء يبي ندلع لحسابكم. هذه الدلع اليوم طالبنا لحساب راح كلنا مين مضغوط من زمان تستاهلوا. احنا الحين دائما بنيك عاد خاصه من جبت لنا ذا الشاي. الزين علي قلت لي معك قصافي يعني بمناسبة مقدم صاحب نعم الطائر الميمون. نعم أول ما نزل حط الطائر الميمون قلت طائر الميمون حيابك ديرة الألمان ودعها سيدي يعمان تزهابك والشعوب بالود جمعها. الله الله هذه تبشله هذه طبعا تبشله هيفيش يقول أول كلام. يقول طائر الميمون حيابك حيابك ديرة الألمان ودعها سيدي يعمان تزهابك والشعوب الود جمعها. الله فعلا 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 الله. ويلا ليلا ليلا يا لالي لا ليلا ليلا يا لالي لا ليلا ليلا يا لالي ويلا ليلا ليلا يا لالي لا ليلا ليلا يا لالي لا ليلا ليلا يا لالي ليلا 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 يا لالي طاير الميمون حيابك ديرة الألمان وداها وديرة الألمان وداها طاير الميمون حيابك ديرة الألمان وداها ديرة الألمان وداها طاير الميمون حيابك ديرة الألمان وداها ديرة الألمان وداها وطاير الميمون حيابك ديرة الألمان وداها ديرة الألمان وداها سيدي يا عمان تسهابك والشعوب الود جمعها والشعوب الود جمعها طاير الميمون حيابك ديرة الألمان وداها على ديرة الألمان وداها سيدي يا عمان تسهابك والشعوب الود جمعها والشعوب الود جمعها طاير الميمون حيابك ديرة الألمان على ديرة الألمان وداها سيدي عمان تسهابك والشعوب الود جمعها والشعوب الود جمعها طاير الميمون حيابك ديرة الألمان وداها على وديرة الألمان وداها وديرة الألمان وداها على ديرة الألمان وداها ديرة الألمان وداها We'll be right back.
كلام وايد وسوالف وايد ورمسات وايد وقصايد وايد ومشيمة معهم. اللي على يمين واللي على يساري ما شاء الله عليهم ملحنين ومغنين وكلا وشعراء ومعهم فنون وايد. ويسلموا عليكم وليد وعلي، يسلموا عليكم شباب وايدين. قيس الحير يسلم عليكم ويقولكم وين لا تكثروا من كلام، لا تطرول المزرعة، لأنه يقول فواده وين يغيب يوم تطرول المزرعة في الطرب. جسمه غير، قول لك جسمه غير. زين. وواحد أيضا اسمه قاسم ناصر، يبقى قصيدة يا صاحب خلنا نزور مر 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 بنقولها يوم ثاني. اليوم اليوم مشي كلام. زين. وواحد أيضا ولد العفية يسلم عليكم ويقول انبا كلام وايد وقصايد وايد. وخالد الكويلي الشاعر، خالد الكويلي يسلم عليكم وايد ويسلموا عليكم. حد طالب من عبادي وحد كل حد طالب شيء. مرحبا كل شيء اللي موجود. انزين. بعد مع القصافي علي، لكن بناخذها بعدين. خلنا نشوقهم شوية. زين زين. وليد. نعم. حن بنبدأ عاد الحين القصافي، الحين بنركن على صوت. زين. بنبدأ ناخذ لنا شيء 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 شيء. هات مهمتك أنت الحين. الحين بنبدأ في الميدان. حلو. لكن على طار الميدان معي كلام شوية. تفضل. وباكي أباكم تشاركوني في ذي الكلام. تكلم. كثيرين يخلطوا، يعني حتى أنا حقيقة لاحظت في المواقع الاجتماعية والناس اللي ألاقيهم في الشارع واللي يقولوا لي واللي أسمعه واللي إلى آخره، قاعدين يخلطوا يعني. وهذا ربما يكون بعضهم معهم عذر لأن هم ما وضحت بالنسبة للمسألة. لكن الحين برنامج الميدان بادي من 2004، يعني وإحنا الحين 2015 نعم. معي نعم. ودائما نوضح ونقول إنزين حقيقة وتكلمنا. يخلطك على أساس إن كل ميدان نعم. رزحة قالك ميدان، بن عبادي قالك ميدان، لا لا لا, لا. زين ايه شرح قالوا هذا ميدان نعم. يعني وحتى احيانا يكتبوا يقولك بنسمعكم معي ابيات ميدان، في النهايه هي ابيات رزحه. بعد بزيدك من الشعر بيت سالم نعم، تحصل حتى في طريقه الالغاء وايد كثير، ويعني بشكل فظيع. يعني تحصل شخص يقول لك بسمعك رزحه، تحصل الكلام كلام رزحه لكن الالغاء طريقه ميدان. زين، كيف ممكن نعالج هالمشكله الحين؟ والله ذي الاعلام انت الحين تكلمنا اقول لك وقلنا انزين، والشعراء الثاني ما قصروا، وحقيقه انا ايضا في مواقع كثير يعني ما مقصرين ويشرحوا هذا الشيء. انزين، هل نقول معذورين وعلى الايام بيتعلموا وبيعرفوا ولا كيف؟ كم سنه لانه شوف مره تخيل مره الربوبه وقالوا ميدان. تعرف ان انت برنامجكم هذا يعني ما شاء الله ما بمدح في الوجه، مدح في الوجه مذمه، هذا يعني برنامج الجميع. رحم الله والدي. أيوة. أنا هني عبارة سالم هني بس كموصل معاي الفكرة. أنا نعم. موصل للفكرة فقط. لا صراحة فتح. أنا حتى أقول لك إياها بصراحة يعني، وهذا ما أقولها من باب أي شيء آخر. نعم. أنا حتى أنا ما أعتبر نفسي لا مذيع ولا أعتبر نفسي ولا شيء، أنا هني موصل رسالة فقط معاي. نعم. يعني ممكن لو يكون وليد سناني مكاني ويكون علي الراسبي مكاني ويكون أي فلان بيوصل نفس الفكرة، يعني الله راد إني أكون صح. أنا نعم. وأنا هني فقط موصل فكرة يعني. ما قصرت ولكن البرنامج لقد وصل، لكن البرنامج هو برنامج الجميع وبرنامجكم أنتوا الشعراء الشعبيين والمستمعين. تفضل وليد. مثل ما خبرتك الناس صار عندهم خلط، وخلط يعني مش بسيط، يعني تفاجأ البرنامج ما شاء الله من 2008 والحين 2004 نعم والحين 2015 كم سنه الحين، وله متابعين. صدقنا مرات الشباب يعني ربعي في الدوام وهذا سمعت البرنامج مرات تكون في الخط رايح مسقط ما اسمع، يعني شباب صغار وتحصل يقول ايش سمعت البرنامج، قال لك سمعت ميدان، طيب سمعني ايش سمعت، الشعر شعر ميدان ولكن الغاء اسلوب رزحه يا جماعة ما يصير. لكن أقول لك شوف وليد بنقول على الأيام بيتعلموا إن شاء الله. زين. الميدان نقول وليد ما شاء الله ما شاء الله عليك، أنت من عائلة فن ميدان وعلى رسم الهرم طبعا ثني ولد مقص. أنا اللي أعجبني وطبعا هذا مو مجاملة أبدا ما شاء الله عليك وليد، تملك صوت جميل جدا لما تقول وتصيح اليويو يعني نغمة صوتك عجيبة، وأنا خبرتك يعني معي تسجيل حادث فيديو ودائما أتابعه دائما يعني دائما أسمعه. خبرتني حتى خبرتك أيوة تتذكر أرد مرة أرد مرة مرتين ثلاث أربع وأنا في الشارع أخلي السماعة وأسوق نعم صح. زين يعجبني كثير
كيف تعلمته؟ من تعلمته الميدان وبشكل عام، سواء كشعر ولا سواء ك يعني لحن وغناء؟ الميدان، شوف انا بكير متخلى نقطه، نظام صور كل قبيله لها مجموعه مختصه في الميدان. نعم. مثلا نقول اقرب المثال سنيسله، في مجموعه من اهل المنطقه هم ذي المسؤولين عن منطقه الميدان، شغل الميدان. في مخا كذلك، وفي مصي والايجه كذي، وهم متكفلين بهذا الشيء. احنا طلعنا في البلد هذيك ونحن صغار في العيد في الاعراس كل ميدان، راس حميده راس حميده راس حميده. يعني الميدان متوزع شرقيه الباطنه. نعم. الظاهره. نعم. وبعض اجزاء السلطنه. نعم. لكن اللي لازال يمارس يعني في الشرقيه والباطنه طبعا والظاهره، انت كونك من ولايه صور، انا اللي ملاحظنا يعني اكثر شيء يعني في صور جعلان بني ابو حسن، يعني اكثر شيء يمارس فن الميدان، وانتم معاك احيانا يمتد لشهر في ولايه صور. تحس ان هذا الشيء خرج شعراء؟ اكيد اكيد، وهذا الشيء اللي على الواقع الحين، يعني من ضمن من في اسماء ما شاء الله يعني لامعه. نعم. من الجيل الجديد هذا. ميزه الميدان وحتى الفنون رزحه مثلا هي اللي فيها مقارعه. نعم. الميدان والرزحه خاصه مثلا فيها مقارعه ما بين شاعرين. نعم. زين، انا الحين وليد صديقي صحيح، وعلي صديق على العين والراس. نعم. معي وانا. نعم. فيك حياك وانا اتشرف فيكم، لكن في الرمسه ما انت عارف. لا 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 مره. هو شوف سالم، من طبيعه الفن لابد ان تكون عندك صدر واسع. اكيد. نعم. اللي مطوله اليوم مطوله باكر، وانا باكر. بالضبط. هي اهم شيء ان الواحد ما تقول طبعا في حدود الاخلاق. اي نعم. يعني ما يغلط على الثاني، لكن هي التنافس اسمه تنافس شريف. شوف اللي يقول سالم الحين خبرونا هلنا ايام ما كان ايام الغرب ويوم سافروا، اذا جاتهم اخبار مني من عمان وهم برا في الغربه. نعم. قالوا ولدكم مثلا مودر شغله ولا ودر، كتبوا الرساله يا ابني كذا كذا في اخر رساله، والعارف لا يعرف بس فهمها. ما قالوا ميزه كذي اخر رساله والعارف لا يعرف، عاد هو حر بس عاد شغله فيه. صحيح. ايضا اصاب من ينبع لما يقول. صحيح. ايضا على تكملته لكلام وليد. نعم. يخبرون نفس الشياب يقولون لي شاعرين ثقال، سويري ونصيب. نعم. يقول سالم هلا يعني تقدر تقول بس انهم ما اختلقوا من بطن واحد، يعني اكثر من اصدقاء اكثر من اخوان، وصارتهم وحده يبي طول الليل مع بعض يسولفوا، كل هذاك مادي يسار وهذاك مادي يمين ويلتقوا بالروس. نعم. وصارتهم وحده ويناموا مع بعض. صحيح. لكن لما تستمع لمساجلاتهم في الميدان بتقول هلا اعداء، هلا ما اصدقاء، ما بتصدق انت سالم. لكن في حدود. بخبرك انا سالم، هذه يعني وضعيه عايشتها مع الشعراء اللي هو جميل مبروك الراشدي. نعم. الله يرحمه الله يرحمه، ومبارك العامري. تعايشت معاهم يعني، وسمعت منهم بنفسي باذنين، يعني كنت صغير يعني كنت في حدود 12 13 سنه عند الشايب، كان في وقتها معرس جميل مبروك. نعم. الراشدي من ابو حسن، ويرمس مبارك العامري يرمس، ولما يرمس قال للشايب صديقه مع الشايب رحمه الله عليه ورحمه. آمين. الله عليهم كلهم. امين. قال كني اسمع هذا اللوح صوبي، وانا حدني صغير اسمع هالكلام هذا، قال كني اسمع هذا اللوح صوبي بروح اتسمع الرمسه. ورحنا تسمعنا الرمسه، حتى الشايب رحمه الله عليه حافظنها يعني وروالنا اياها، وانا حفظتها من الشايب. كان فيها يقول ايام عرسي يعني جميل، كان فيها يقول مبارك العامري طبعا جميل معروف بيميل بيميل. نعم. نعم. ومبارك معروف بمبارك العامري. نعم. هذا كان شاعر لكن ما انكتب عنه، مقل. مقل مش مقل، غاب كلامه. غاب كلامه، ولا شاعر بمعنى الكلمه يعني. اكيد شاعر شاعر، لكن ما حد حفظ ما دونوا كلامه. نعم. كان يقول فيها يقول خضت الفلايه وخضت فوادي. هذا يقول من؟ هذا يقول مبارك. نعم. العامري. خضت الفلاية. خضت الفلاية وخضت فوادي، فوادي ما باقي نصف منه. يقول من شقة الشيخ الوهيبي، منطقة هناك. نعم. من شقة الشيخ الوهيبي
هناك راكب على الحيد الوهيبي يقول يا ديرة بني الشمس خذتي فوادي فوادي ما باقي نصف منه. يا ديرة بني الشمس خذتي فوادي فوادي ما باقي نصف منه. طبعا ديرة بني الشمس جعلان بني ابو حسن. جعلان جعلان بني ابو حسن. نعم نعم. فقال هذا الكلام يقصدني انا. يقول شاي وميل. ايوه يقول شاي وميل لانني جيت هنا بعده وتزوجت. نعم. والشاي بيميل طبعا عايش في الوادي بني خالد ومترعرع فيها. نعم. حتى منازله ومكانات يعني للحين. لكن عاد بعدين انتقل لجعلان بعد ما تزوج. بعد ما تزوج انتقل لجعلان وهو دوم يدق. أيوة. هذه الكلمة يعني. نعم. يقولون لي اياه حتى الشاي مي يوسف ود عبيد اظني. نعم. أيوة. ايش يقول هناك ما اتذكر كلامه صراحة. ده يرد عليه اللي هو سالم بسليم. سالم بسليم ايوه. انتقل بليل انتقل هناك. أيوة. من داره. ايوه شي هناك يقول في بني بحسن. بيتك بيتي بنيته في بني بحسن. أيوة. ولا تقطع الموز من داره. يو تقطع الموز من داره. هناك عنا سرى ليل. اكفي ما حفظ يعني كلام لكن. أيوة. تقريبا كذا يعني زين. ورد عليه يميل. رد عليه يميل مبروك في حينها يعني. والشاعر يميل مبروك طبعا شاعر كبير معروف. نعم. يقول قاصد عباته وشرف وادي. قاصد عباته وشرف وادي. قاصد عباته وشرف وادي ولد النساسي مع غزلانه. ولد النساسي مع غزلانه ما يستوي كذاك يمبارك وسوي عقل عود. يمبارك سوي شراقيس مع غزلانه تبغى فوادك شرف وادي. أولي أتسمعني تسمع مع غزلانة شرف وادي. قاصد عباته وشرف وادي. ولد النساسي مع غزلانة. ولد النساسي مع غزلانة ما يستوي كذاك يمبارك وسوي عقل عود. يمبارك سوي شراقيس مع غزلانة تبغى فوادك شرف وادي. أقول فيها ضربة داخلية ترى. أوه لكن العشق ما بسهل. العشق ما بسهل. نعم. تلاف. قال لك أيوه قال لك أنا عاشق وأنا. تلاف. سم. وليد. سم. سم. كمل. بدرت كلمة شوف. سم قاتل. حليلة عبد الله حليلة. يرحمنا الله برحمه. وذا كلام كل اللي يقولوا ولا ما يسمعوا. هذا عن العشق وعن الحب إني قتال لا بخلق الله دخله مني طلع مني. وذا يكتري يقولوا سم انت ما تسمعوه. الحين حقول لك انا استغرب منهم توهم على بالهم العشق مزح. لكن انت بصدق ترى حلو العشق. العشق ما بلعب ومزح. لا 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 مره تعب هلاك. تلاف تلاف الارواح. تلاف الارواح شد مره. انت ولا انت ربن شداد. لا 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 بيكون اني بيكون ما اعرفك انت زين وليد. بيجيب لك متى بديت ترمس ميدان. والله اذا في الرمسة يعني ما برميس ميدان ما بشعر ميدان مثل ما تقول. لكن سامع انك ترمس. رحم الله والديك ارمس. لكن لا هي مو مغارة اني سالم رمست رمستين او ثلاث رمسات. سالم لكني ارمس. نعم سالم تحذر. انا متحذر من زمان. الفعل اللي ما تفح مشكلة. اي ايوه. اما اللي تفح تراها مسالمة. ايوه يا عيني وياك رباع وراك يسوي. لا 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 بنت عاذرة شو ولا لمني بنت عاذرة. انزين زين ولا بكشين يعطيك العافيه. هات. مع من رمست؟ من تعلمت القصيد؟ والله القصيد تعلمته من خلال الممارسه. احنا معانا مثل ما خبرتك الشعراء الموجودين معانا هناك اللي هم في المنطقه. الشايب اثني المرحوم مبارك. المرحوم عبد مبارك. من مبارك؟ حيدر. حيدور سموه حيدور. عبد الله من ربما يكون سمعته. عبد الله سعيد السناني. نعم. وايدين من الشعراء اكثرهم ميتين. نعم رحمه الله عليهم. نبى نسمع قصيد. نسمع قصيد. نسمع قصيد. بنقول هي بنمشي اول. ما اعرفك. مين ما تبغى له مره. احنا معك. اول بني في الاخير. بني في المناسبات الاخيره. زين. بني المناسبة الاخيره قدوم مولانا بالسلامه. الله يرحمه. الله يحفظه ان شاء الله. الله يحفظه ويعطيه العافيه طول العمر. امين. يقول وليد من سفرة بحور عدنا بخير. من سفرة بحور عدنا بخير. شيخ الذي زار مولايه قزلنا من الصوف في الافراح بضاعة في الوزان عادلها متنعم الدار.
الفراء يوم غايد عمان عادلها فليكم ليوم وترك عتين الشاطب الشاوي حطب سمر بقدومه بس قد حل الرب ركعتين يوم نور عمان بقدومه اشوف الدهر عاد يلك شان شلوا هذا الخبر وشيوبه احبابي يا غابوس يلك شان في قلوبنا شباب وشيوبه ارض الولد عاد من الامراض من زادنا حمود ندعي لك مشافة يا غابوس من الامراض صبح ومسادوم ندعي لك عم برقع البنت شر غاب معنا مسنه ولا عاده والحمد لله شر غاب الله لرده ولا عاده علينا يا فنان عيد العود عيبه يا خنخله من يدك شوفك يا غابوس عيد العود علينا الفضل عم من يدك بتول وحصى وطين يا ابن سعيد اذاك اللي ناوي مكرماتي يا سلاله الجود يا ابن سعيد يا تاج الفخر والمكرماتي اشد الغزل والسدي للراي زرع لي من الشير بسياسه يا راعي الفكر والسدي للراي تشهد لك الناس بسياسه شرينا من السوق على الميمونه كنعد بصيده وترحاله يوم ارتحل جاي على ميمونه وفخ في حله وترحاله من شيفتك عاد عدنا بخير يا تاج راسي يا مولاي من شيفتك عاد عدنا بخير يا تاج راسي مريتنا انت نطلع من بيته الله يحفظه الله يحفظه ويدوم ان شاء الله واحد من الاصدقاء يسلم عليكم جميل مبروك السعدي والنعم نعم يذكرني بالقصيده يقول بيتي بنيته وبنيه بحسن ومنهم بناتك عدم رايه منهن فلوسك يعد معتوب قمت تقطع الموز من داره نعم صح ماشي علينا يعد معتوب صبح ساري بليل من داره لكن عنها تحول بنيه بحسن من ضعف شوره وعدم رايه سالم سليم والرد ايوه شكرا جميل يعطيك الصحه والعافيه حياك الميدان نعم تفضل علي رمست وايد اكيد رمست الحمد لله رب العالمين واقول يعني ما اني شاعر ميدان بشكل لا ما عليك زود لكن اقول لك نعم. اقول لك شيء تتلاكشون انت والخمسات تلاكشنا والخمسات لحتلوح انصار ها اي لحتلوح انصار هو هات رد هات هو هات رد الرد لكن سبحان الله هات خروف واخذها خدمه نعم انا بشهد نعم اها ترى هذه اللي هي قصه تراها اها عند سليمان لها قصه قصه كانت لها كذي وسليمان يعني كان الله يسلمك شاري خنير ويقول لي يعني خالي أنا شريت خنير يريت مزرايكي ومكركشة ما عرف كان هذا يقول لك لكي ذهب لكي مال صط ذهب روغ شايف إن ذهوبة اللي حين يبيعوها معك بلقاها في سوق مطرح والمكانات مال يسموه هي مال كراكيش كذي قال أنا شريت هذا الخنير قلت له زين حلوة زاهية كون فاهم معك استوى الميدان فصور قبل ثلاثة أيام كذي يومين أقول له جاتل عليهم ذا لحن الشاه جاتل عليهم ذا لحن الشاه مبراعي الحيل راعي الصط مبراعي الحيل واحد هناك لا راعي الصط حتى منصور جاتل عليهم ذا لحن الشاه مبراعي الحيل راعي الصط ولدك تمنكر وفي الخنجار الخايف تذرى وبنعطي مانه يا ليتني عاد أملك خنجر لو خنجر قديمة وهتمانه يقولوا معك خنجر الحنشاه مذهبة وصياغة صد يقولوا معك خنجر الحنشاه مذهبة وصياغة صد رد عليك رد علي لكن الرد سبحان الله ما تحفظه؟ ما حفظه يمكن هو يحفظه هو يحفظه 100% يحفظ تحفظه سليمان؟ سليمان تحفظه اقول لك؟ تحفظه الرد اللي رديت عليه يوم يقول لك الحنشاه؟ لا اله الا الله تلوحوني تبوني اللحظوف لا عمري عندكم يقولوا معك خنجر الحنشاه هذه مذهبه وصياغه صب لما تسمع سالم لما تسمع ابوي يشدني وهو يمعود مسعود عندهم والله بخنايل اقول لك عندهم ما حد قال لهم شيء لكن عاد خنايل ما ظاهي يعني الخنايل اللي خطيني الخطوه ترى اقول لك يقولوا مسكين يرهيوا على المربوطه الرهو على المربوطه والله اخوي قاعد عنهم فد انا ما سويت شيء لما تشوف لا اعرفك صيفانيه قول له صيفانيه فدي واض ايش تقول؟ هذه ليله القيض صيفانيه هنا الثلاثة ونتوي معه
لكن كيف هناك اقول له بحال ومال قصر بنيته بحال ومال وثلاثة مباني ابن النعدي هذي واقف عليها بحال ومال بحال ومال حيث انها صيغة ود النعدي يا ابويا ذي ابي خني للشيخ صيفانية مشراء نصركم من توي يمعه كيف هذي خني للشيخ هذي ليلة القيص صيفانية وصلنا الثلاثة ونتوي ينعه حصنا بنيته بحال ومال وثلاثة مباني ابن النعدي يا ابوي اللي واقف عليها بحال ومال بحال ومال حياتها صيغت بن النعبي يا ابوي اللي خني للشيخ صيفانية مشرع وصلكم نتوي ينعه ها وصلك سالم؟ لا وصلني وصله اقول لك سالم الله اقبضهم اقبضهم اني في الطريق الحين وكاس الرحمن موجودات ما شهيد عليهم يوم سعد ترى اقول لك الحين راس لي رساله يقول لي سالم اليوم ضيوفك اقبضهم في مسقط لين اوصلكم وبنشيد عليهم رمسه والكاس والرحمن موجودات كيف وليد وموافقين موافقين اقول لك هذا يا ابن سليمان يوم وحده تراها غدا في المزرعه وانا ما عندي علوم يوم جيت لقيت التاكسي واقف طبعا عندي يمكن عيال محارمه وهذا ما دخلت ريال اخوي وزميلي ولدي في نفس الوقت صديق معي والامور طيبه يعني اقول له هناك يقول له يا طايف على البيت سبع البيت يا طايف على البيت سبع البيت اللحم اللي من ضاي اباه وصله اللحم اللي من ضاي اباه وصله في الكرخانة هي ثوب حكاية الهندي اللي شارد مات وورط بعده وورط راح الهندي اللي شارد مات وورط هذه ليلة تنعاد فيها حكاية وبن برعي اليوم متورط طميته لا أدور على المزرعة ما أقدر أدخل أجزاف وادي لحول البيت ما قدرت أجزع أبا وصلة دواء بعد والله رسول دواء كنت رديت عليه سليمان لا لابوي سالم ملحاية سليمان بقول كابي كابي سليمان بغيت أكثر اللي بيخدمني خدمة ملحاية كيف أفتح بالي واسترح سليمان كني ما سمعت شي خليت عمري كني ما سمعت شي سليمان معي طبعا أصدقائك وليد وعلي مثل ما تعرفهم وتسمعهم مساجرات كثيرة بينك وبين علي زين؟ نعم. طبعا المساجرات مثل ما تكلمنا قبل يعني تكون بينكم ملاكشات وتكون بينكم يعني كلام ثقيل وكلام خفيف ولا كلام يعني سطحي ولا لا يعني احنا في النزال في القتال يعتمد على الموضوع على الموضوع لكن أيوة. لكن اخوي سالم احنا في القتال أيوة. انا ما اعرف هذا الريال لكن في الرمسة ما تعرفوا لا 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 في الرمسة بونا ما نتعرف في الرمسة ابدا احنا مره وتلقى الناس تتسمعنا بشكل ما يتصور احنا بالرغم ان اخوته اهل يعني صحيح لكن الامور بيننا مباحه وسيعه يعني وسيعه بال اكيد اهم شيء ان الواحد مثل ما تقول ما يتعدى الخط الاحمر لا مره مره الله اكيد الله الله واللي يقول اللي بيقوله الشد وهذا هو المطلوب يعني في الرمسه بشكل عام سالم متعدي بخط الاحمر حتى خط الاسود متعدي ثلاثين الله ما ادري اقول شيء الحين انت شو تغطي عليهم بعدك سالم اخذ منا خدمه سليمان يعطيك الصحة والعافية تبى تقول شيء للشباب بس الشباب جزاهم الله خير نشكرهم والله على هذه الهمة اللي فيها الطيبة والحين في الطريق وعاد مارة متسمرين الله يبوني اليوم موصل مسقط متسلين 80 90 الحين اصير بوني الشارع عاد مارة طريق السلام ان شاء الله طريق السلام احسنت احسنت حياك ابو عبد الله توصل بالسلامة يا رب طريق السلامة بالخير ان شاء الله وليد وعلي احنا تكلمنا وايد نعم والناس تبى تسمع قصايد تفضل 90456 الرسائل النصية 90456 للتذكير وليد نعم. علي أباك تعطي وليد كلام ميدان يشله بصوت يويو زين كذا ثلاثة أبيات من اللي حافظ لنه وليد معك صيح يويو هات صيح يو صيح يو كمل صيح يو yo
الليل يو 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 طايش ولدكم ويوم ما يصير يو 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 طايش ولادكم ويوم يصيح هذا ما حلو لك حلو لين هذا ما حلو لك حلو لين طايش ولادكم لين يصيح طايش ولادكم ويوم يصيح هذا ما حلو لك حلو لين هذا ما حلوكم حلو لين يا ابو سمته ومع سمته يا ابو وسامته ومع سامته يوم وسمته مع سمته يوم وسمته مع سامته يهدهد سليمان يوم يصيح يهدهد سليمان يوم يصيح تدعى فؤاد المحب لين يصيح تدعى فؤاد المحب لين يو 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 تدعى فؤاد المحب لين يهدد سليمان يوم يصيح ويهتف وادي الإله يو 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 تدعى فؤاد المحب لين يا لين يهدد سليمان يوم يصيح يقول يقول تدعى فؤاد المحب لين الله حياك حياك كل الغلا ليك بلادي يا ساكنة في فؤادي وعلى شفقت الداير وحدنا انت بالداب ان
نجدد لكم التحية مستمعينا أينما كنتم اللي تسمعوا الكاسة والرحماني من إذاعة الشباب. طبعا رسائلنا نصية على 90456. كثيرين يسلموا عليكم، يسلم عليكم الشاعر سعيد المعمري من الإمارات العربية المتحدة، يسلم عليكم وايد، ويسلم عليكم سليمان العاصمي وصلاح المخيطي والصايغ، كثيرين يسلموا عليكم يعطيهم الصحة والعافية. نعم، يسلم عليكم شاعر تعرفوه سليمان الرواحي. الله الله والنعم، هذا استاذنا الكبير. انا اكبر رجل. نعم، يسلم عليكم وايد. الله يسلمه، الله يسلمه. الميدان قفلنا باب الحين. الله. مرحبا. الحين بنفتح باب الرزحة. انت مهمة تبغى. الوقت يركض وما نحس فيه. الحين 9:12 دقيقة. أقول لك لا تصير لنا فاصل. أنا باب كان ما تصير فاصل. زين خلاص. والعبدين يقول لك لا تسوي لها وين فاصل. بس. يوم بتسوي لهم فاصل بصوت سالم السعدي شويه يريحوا شوي، لان بس نتلفت على قفانه قدامنا. زين. الله يسلمك الرزحه. نعم، حياك الرزحه، تكلم. الله يسلمك الرزحه. احنا معانا شايبنا خمسات، طبعا تعرفه. نعم، ابو سليمان. ابو سليمان طبعا هذا اللي معلمني هو الشعر، وهو معلمني المبارزه يعني. خميس بن سالم البلوشي. سالم، ايوه. نعم، كون احنا انساب ترى، انا واهل. نعم، وريال معلمني عائلة سعر. الفن. نعم، وهو اللي معلمني الشعر والمبارزة. كنا في رمسة في الأشخرة. نعم. كان عرس يعني، معزومين على عرس، ووصلنا للأشخرة والشعراء اللي موجودين هناك قالوا هذي له الربع هم اللي بيرمسوا. كان بديت أنا في المقصب أقول صلوا على من يبهته تلالي بنور. الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. صلوا على من يبهت تلالي بنور، رسولنا نبينا ختام الرسل. رسولنا نبينا ختام الرسل. زين، نفذ قراره ابو جهل اللعين، نفذ قراره ابو جهل لعين الشور، طرش صراقه يوم في الرملة حصل. قال خمسات يقول شلوا شهادة صيعم تخشع الجمهور، شلوا شهادة صيعة تخشع الجمهور، يلي تكفلها وتضمن على وعل، الليلة لقصر عمدانه واثق ومعمور، تسمع على ضفيفه وهدير الوعل. الوعل قلت لبنثر تحية لصفن شاجعا من دور، إلى ناحة الورقاء بيطيب الزقل، أذي ديرة المعزة من سالف عصور، دار الكرم طيبا للضيف النزل. قال خمسات قال لي سعيد خميس ما تبان نزور، الأشخر الحدرية وأوطان الهل، الليلة رجفت الموج من غاد فات السور، متوجهات في صدره 18 يبل. تعرف ايش قصته عاد؟ ايش قصته؟ هذه قصته الله يسلمك يا ابو الحياب. والحياب ما شاء الله يعني معروفه بلاد بن ابو علي في الزي وفي الطرب. عامر. نعم عامر، ويقولك العرب والجمهور ويجلسوا قدام حياب ما يستوي. قال يقول الليله رجيف الموجه مع غاد فات السور، لكن يقول متويهات في صدره 18 يبل. اي مشكله. أقول لي يوم مناور صنعة زاحمة على الخور، هذيك المناور خميس عن قولك غفل، ترى يوم شي يتكلم العقيد قال دورهم إلا العربان. خلوا العرب على صوب والنسوان ترى هربون نشوف الطرب. أكيد. أقول لي يوم المراكب صنعة زاحمة على الخور، ذاك المنور خميس عن قولك غفل، شاحن قماش ولولو والتبر منثور، من قرمزي الغالي من نرجس وفل، من قرمزي الغالي من نرجس والفل. قال يلا يا هالعصري وما احسن هالزمول، قلب لحانك فيها بن مالك وشل، ويلي المشاهد الليله يتسمع وماجور، يلي مشاهد ليله تسمع وماجور، تبقى خليا ارضه من كثر المحل، تبقى خليا ارضه من كثر المحل. أقول لي الله في هالعصري وخاطري مسرور، الجعفري نجم تعلى ما أفل، ويوم الحصاد النرجس بشكال الزهور، الله الله، مربى القطاع والقاطي بروضات الغتل. شوف أنت. عودتك هذه الأقصر؟ عود الكامل؟ لا،
عشان وقت مشي. زين قال أخ ميس يقول لو الشور شوري بس ريبه الليلة عكور من قوتي بملك بسيف والحمل ويوم تشوفني متفرح هزيز هالطابور شلني هزيز غريب حاضر في النخل. ويتمت عادل سلمت صح لسانك وتحياتنا للوالد خميس. نعم يعطيكم الصحة والعافية. غريب ما شاء الله عليه هو اللي يملك أكيد الطابة. أكيد أكيد حياك حياك وليد. حياك سالم. آخر رمسة. آخر رمسة صار عندنا مناسبة في المنطقة هناك. هي المكان في سنيزلي. واحد من الأخوة صراحة أني غفلت عنه انشغلت وغفلت عنه. الرجال ما يعصرية في الليل يعني. نسيت خبره ولا نسيت خبره عن الرمسة. حتخبر غيرك إنه ما يبغى خبر غيري. بخبره يبغى منك أنت. يبغى مني. قال عبد الله بن سعيد يقول يا سنيزلي كم مدة أنشد وسال تهتب خطاوي في دروب معضلة. قالوا لنا عندكم مسيرة واحتفال بيود الحسيني ظامطه ومتكامله. نار زيني هناك الحين. قلت له وشلت قلبي وشلت لي قلبي بسبكات المثال يوم الخلق كلن على رأس عمله. كم قلت لك قرب يا عبد الله وتعال بالطيب في دار الحسيني ومحفله. قال عبد الله انت ذخرتي من نقوة عرب عقال وانت سنادي يا رفيع المنزلة بتثيبني لين طحت فيها تفت رمال ولا بتدع العوق زايد بعضله. محل يعرفه. قلت له وقت اللزايم تستوي عصب الرجال واظن بك دستورنا ما تجهله باروف بك شروى مرافات العياء يا غايد السير وعجيد القافلة. قال عبد الله من برد دوعا جيت قافر اليمال أشبح مثاوي البيدة وخفي أنقلة أفرق على العايص يزلزل بي شمال يوم أزيتك بونك راعي الأول. قلت له عندك سحر بابل تصاوير وخيال وضرب الرمل والحظ تفتح مندلة ترمي بروح وتتجي ضرب النبال والانطاب والانطاب قلبك يلا صوغك مجمل. قال عبد الله من سلكتي نحس يقول يقول من سلكتي نحس الحظوظ تكون فال. نعم شمروش في يمن الصياغ ومنطله انزغ شراع المحمل في البحر يا مال والنوخذ عن لي تضعضع محمله. قلت له فرحت لي فوادي وفتحت لي مجال قول الصدق ما خالطه بمجامل كان غاية الشوم هو حل الارتحال بنعبر الهادي ومحيط وساحله. قال انت هلزيمي ناولي يدك في الحال ريل صميدع ما يهاب النازله باسير بك في غبه في غبه في غبه في غبه ظلمه تنهال من ظلمها كل بحري تزلزله. قلت له بمغط يميني ابو المحايا والحوال براي الذي عنا هوا بايعزله ليله سفرنا بين جولات وسجال كل بيحملها ذنوب بكاهله. قال عبد الله اول مثلنا يوثب في المدى خيال متعيب التجار صنعه ومثله ثار وعدفني النوخذه واخزر دقال في غبه عقني ومواجن هايله. قلت له من هو بيحكم بيننا حكم العدال يوم المحاكم بالشرع متساهله بر السلامه لا خلاف ولا جدال. ما يعيبكم يلي يساير بمهله. قال عبد الله حنا وصلنا في موجة بحر هيال يوم الخشب في سيرها مستعجلة ما بقى قصيرة صوغك وابل الهطال فوداعة الله والمثل بنقفله. وداعة الله والمثل بنقفله. قبل ما نقفل باب الرزحة قصافي قلت لي معك علي. نعم هنشل القصافي بندخل في مجال ثاني لأن الوقت يركض. ما عليه روح. كيف تقول الكلام؟ عدلي الكلام. يقول السلطنة هدمتي ولك معلم ثابت دام سيدي بالعز بانيها مرب السولعي والنرجس النابت والمطر والخير من رب يرويها والمطر والخير من رب يرويها. لالي 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 لا 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 لا
هلالي 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 السلطنة دمتي ولك ما علم ثابت هدام السيد بالعز بانيها هدام السيد بالعز بانيها السلطنة دمتي ولك ما علم ثابت هدام السيد بالعز بانيها هدام السيد بالعز بانيها امار بسولعي والنار جس النابت والمطر والخير من ربي يروي والمطر والخير من ربي يروي السلطنة دمتي ولك ما أعلى من ثابت دام سيدي بالعز بانيها دام سيدي بالعز بانيها امار بسولعي والنار جس النابت والمطر والخير من ربي يروي والمطر والخير من ربي يروي السلطنة دمتي ولك ما علام ثابت دام سيدي بالعز بانيها ما شاء الله عليك الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك عبدين شينك فاصل كيب صوت سالم السعدي اللي يشربوا الماء اللي معه تشوف انك واحد حلو شيء زين فيني بنغني في كسر ورحماني بنغني في كسر ورحماني ونرحب بالمستمع كل اللي سمعنا من فن العماني إني بنغني بكسر ورحماني بنغني بكسر ورحماني والرحب بالمستمع كل اللي سمعنا من فن العماني إني سمعنا والناس طربانه شيلالي ويودان يودانه وبكم حين نفرح ونغني والرحب من قاص وداني يوداني يودان يوداني يوداني يودان يوداني يوداني يودان يوداني يوداني يودان يوداني الساعة 9 وتقريبا 25 دقيقة الوقت ما حسينا فيه أه؟ والله على بالي الساعة صدق الساعة 9 يعني سبحان الله لا بعد احنا بحور كثيرة ما دخلناها ما نبغى فواصل لا لا احنا بعدنا لا بنجيبكم مرة ومرات لا 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 تستعيلوا عندنا مناظرات كثيرة بتشحشح ونبم اكيد اكيد وعلى طار الانبوم الحين احنا بنفتح باب الانبومات لا احنا والله سالم ما تبغالنا عندنا تغرود بني بعدين بعدين ها بني زين طيب الحين مبم وليد و... وعلي اكيد وخاص الوافي ما شاء الله نعم. عاد المبم وتشحشح هذه معهم بتلقاه تحت النخل يلا ما يحتاج شل الحصان يطلع لك مبم وشل الحصان الثاني بيطلع لك تشحشح ما يحتاج علي نعم. اعلام كثيره في المبم وتشحشح انجبتها الوافي نعم نعم بتمعمي اكيد الله يرحمها نعم. امين ان شاء الله وابو نجم الله يرحمه ابو نجم نعم والكثيرين والكثيرين نعم اشد يواح يواح حياه ابو خالد رحمه الله عليه نعم الله يرحمه في هاليوم الطيبه يعني ومن رماميس لمبم حميد بعد اخوي وبقول لك واحد منك وفيك حميد حميد صراف القصيد ما شاء الله في المبوم وتشحشح بأمانة صراف يعني مثل ما ود وزير صراف قصيد الرزحة حميد أخوك صراف قصيد في المبوم نعم. في المبوم وتشحشح صح
يوم يكون على مزاجه مرة عاد خذ منه خذ منه. كيف يقول هذاك يا أخي متولفه هو أخوه؟ في مرة حضرت لرمسة أظني في جعلان أبو حسن زمان. نعم هذيك الأيام صغير أنا بعدني أظني محيد ود سنتين أو ثلاث سنوات. أذكر الله مشدود فوق ماط فوق ماط فوق ماط فوق ماط ما شاء الله عليك متعلم منك إنزين. كيف يقول يوم يقول هناك يقول أخلاق حسن سيرة وسلوك؟ والله يا صديق سالم أنا من النوع اللي الحفظ عندي أنا أحفظ شيء منها. يوم يقول يقول أخلاق حسن سيرة وسلوك ريما صدفني البارحة يمشي على حي الملوك. ايش يقول؟ تقول انت قاعد مداور عنا مداور كل سالم الله يهديك الوقت بياكلنا. حسن سير وسلوك ريما صدفني البارحة يمشي لا مهله يمشي على درب الملوك ولا شيء يمشي على يمشي على حي الملوك يمشي على حي الملوك. نعم يمشي على حي الملوك. ايش يقول هناك؟ يا انا الله اكبر غابت ترى صغير والثلاث سنوات ما بيني مقبضتين هذه هيك انت قبضت كل سنة. شيء يقول يقول هناك لو ان يبا قريه من تبوك لو ان يبا هناك بهديه ما ادري ايش قريه من بهديه قريه من تبوك. شيء بعد فيها البنوك ما ذك غابت صدقني حافظنا اول سبحان لكن الله يعني حروف سبحان الله مميزه ذي خلاص لكن بتي صدقني من وصل السياره بتي القصيده كامل عليات بيبها الاسبوع الجاي بعد مره هي بيبها مو هذه ما ودرها حتى لو اتصل فيه ما خال انزين علي حياك ترامست انت واخوك؟ والله دائما احنا نترامس لكن سبحان الله انا ما احفظ له شيء من الكلام لكن كان احفظ يعني انا احفظ شلتي اقول فيها هبي حبوب النايفه هبي هبوب النايفه كان مسير طرب وانا يبي تفاجئ بالطرب وانا جاي مار على الطرب لقيت حد من النسوان والناس رايحين مروحين على الطرب استغربت كيف هذا مستوي الطرب ولا لا قالوا مستوي بالطرب لكن كيف نلاقي الناس رايحين زين سالت المناوشات في الطرب اقول هبي هبوب النايفه يمعه ما قصر في الطرب اشتل الطرب وصايفه هبي هبوب النايفه يمعه ما قصر في الطرب اشتل الطرب وصايفه يمع واحد هناك وكيل مال الطرب لكن بوشه عن معقل عزوم خطفت علي مخطفه لكن ابو عبود قرب عندنا وعدها السيول اللي جارفه والخاتمه تم المثل عساها القلوب متولفه شوف هناك يقول هناك بوشه عن المعقل عزوم لكن خطفت علي مخطفة أبو عبود قرب عندنا عدها السيول القارفة والخاتمة تم المثل عساها القلوب متولفة صار فيها نوع من الرد ولكن ما حفظ بشكل يعني ما يتصور فيها واستمر المقصد يمكن فوق أربعة شلات الرمس الأخير في نفس الموضوع كيف تقول الرمس الأخير اللي رمسناها في الوافي نعم أنا ما تحضرني الرمس الأخير آخر رمس أنا حتى رمسته ما حافظ هير حافظ رمستك؟ حافظنا نعم إيش تقول؟ يقول كانت نفس وبعدين استويت رمس تنبوم أول ورمسنا في آخر شيء اللي هو مع المقدم السامي وبعدين دخلنا في الغزل في الشحشة نعم نبون التلواد الحين بتسمع غزل رحم الله والدي زين رد يعني رد على غصيدته هو ما لتشحشح ولا قصدك إيش؟ لا نبوم لا نبوم ما حافظها لكن تشحشح حافظها رديت عليه يقول لني يا مرحبا بخط النظام وحيا وسهلا يا مرحبا بخط النظام تبى شاي زيك شاي كرك زين هاي بيوقع الحسبة ما يبوقع الحسبة والله ما أعرف سالم كيف يا مرحبا بخط النظام وحيا وسهلا ومرحبا ما بين صحوات ومنام هل الدموع من الفرح والقلب شلاها الغرام ويعني يا دار بشري بالسعود ونشلي برايات وعلام قابوسي يا ناس الكرم اسمك على صدري وسام والخاتمة رب الولي اللي شاف يعواق وسقام والخاتمة رب الولي اللي شاف يعواق وسقام غير ما حد اخلافينا عاد في الحب ولا التبانت هذه اخلافينا اليابان لا اللي ما أنا في ناس يبوا ذي زين بدينا في تشحشح اها عاد بدينا هني في الود ترى الود تلاف القلوب يا اخوك سالم اقول لك الود يا الله أه؟ لا تقول قول الشيمه
الود معذبة وادم. أنا كنت شلة وأنا أحفظها مسوينها يمكن عمري 15 سنة في الود يعني. آه ما بسنتين ولا بثلاث سنوات. لا لا لا. شروى الرياء شروى وليد يعني قصيدة ما بشلة ولكن آه. بسمعك عقب الشلة تتشحش أول بسمعك جزء من القصيدة أقول فيها يا ليل يلي بالسواد مواري جبال يا ليل يلي بالسواد مواري جبال دحم السوادك وظلمات الكهيلة يا هاجسي بالله الهجر طال وش غاية المحبوب يوب عزم رحيله ضاق الصدر فيه والدمع همال ما قدر على هالهم في قلبي أشيله أشيله رحت أتساءل في سهل وجبال على صهوة فرس عزوتي جحيلة قال لي سعيدي لو لك حظ بتنال عسى تذكر ذيك الليالي الجميلة عسى تذكر ذيك الليالي الجميلة أيام كنا فيها يا غض الحسن بدلال على الروابي في تل الرميلة تندلة تل الرميلة وين؟ يمكن بس عنه نتبادل المودة يا ريم جوال روف بسعيدي لمضيع دليله لو نحصل لك تنشد عن الحال إيهاب صاير وعظامي نحيله إيهاب صاير وعظامي نحيله ما شي مستوي كم عمر يوم بتنفخ فيه بيطير كم عمر يوم قال لنا الكلام ور 15 سنة ينسمع عندما 15 سنة مستوي إيهاب وبعد ما بكي وهيش في عظامك نحيله يعني يوم بسويك مرة خلاص بتطير خروب وريع لما زين الزين هني هنا فتشحشح فتحنا المجال فتشحشح يقول أقول يا الود لك في القلب تأثير يا الود لك في القلب تأثير أشكي من الود يا ناس ترك سعيد وراح للغير شوف يا أخي كيف سالم ترى كيف يقول يا الود لك في القلب تأثير أنا شكيت من الود يا ناس ترك سعيد وراح للغير أنا الذي صادق في حبه كثر الونين مسهر الطير تلقاه هم هم ينكت 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 على الله رسوله إيش يقول من الأول إيش يقول يقول يا الود لك في القلب تأثير يا الود لك في القلب تأثير أنا شكيت من الود لحظة 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 أقول لك شرب ما أشرب ماي شرب ما يطلب طب شرب بابا خلي شغله فيه الحين عطشان كي ادواء خلي لا بقول بيلبق علي بيلبق علي يقول يا الود لك في القلب تأثير انا اشكي من الود يا ناس ترك سعيدي وراح للغير انا الذي صادق في حبه كثر الونين مسهر الطير ارمى سعيدي في السواهين تعرفوها السواهين اكيد ده سواهين يعني صحراء قاحلة معروف قال كفلان رمى في السواهين سبروت أرمى سعيدي في السواهين يا ناس ثيبوني بتدبير أبو حد يدبر لي حالي تشوف لك حل لا حل هل دقيق العود أه؟ لا حل هل دقيق العود أبلا فوادي يوم أنا صغير أبلا فوادي يوم أنا صغير لا حل هل دقيق العود أبلا فوادي يوم أنا صغير والخاتمة يا رب توبة خيرة أمر ووساطها خير قال لك خير الأمور أوسطها يا من حضر باب التعبير قتلني قاعد تسمعنا تسمع آه. يا من حضر باب تتسمع عذابه تسمع ذيك يا من اللي يقوله قالوا مسوي هاي اللي مسوي قلت أخبركم تعبك انت روحك انا ما تعب لا غير قلت اخبرك اليوم لا 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 اليوم خل وليد اقول لك خليني اخبرك شوف بتقطع لي بتقطع لي بيكم قبل لا لا شافوه ها قبل لا تكلم اه واقول لك تعب ربيعك يتعبك تعب ربيعك يتعبك ويا من حضر باب التعبير لحظه ليش ما ردت كلامي قاعد تقول اقول لك تعب ربيعك يتعبك والله ايش بقول لك ما اعرف انت ايش تشوف انت قول انت تشوفه هو ناحل واني مالي ثيابي ما شاء الله علي يقول اني عظم انا ما اقدر سالم اجيب كلام بهذه اللوادم انا عظم خلي واني ما اقدر اثور واني ويقول وانا ما شاء الله علي سبحان الله اجيب كلام بهايت ما يستوي زايد عدل ايش تقول له يا من حضر باب التعبير لنيته في درب الموده بمشي بمهل واتابع السير قيض السنة يو ناس رويان ما ياتنا منه تباشير قيض السنة يو ناس رويان شو بعد ما ياتنا منه تباشير شوف اخوك روح التعبان اسمعه عن لا تحاتي هالملامة عقيت سرك في وسط بير وتشوف علي يعني لا ترمت لا ترمت لا ترمت قلت لي يا انت يا رماس لا تخاف عن لا تحاتي هالملامة عقيت سرك في وسط بير وانا شرادك ابكي الود
مبلنت روحك هوبو. هذا اللي تبان صبر انت كل ما تسمع نوب انت اشرب ماي اشرب ماي والله يسفيدك قال صدق اشرب ماي نوبة البق علي انت ما يستوي اثنين صح ما يستوي احسن في الواحد لو في اثنين صحيح انا ما محتاج اشرب ماي زين ايش يقول التباشير قيض السني وناس رويان ما ياتنا منه تباشير وعلى تحاتي هالملامة عقيت سرك في وسط بير على مهلي المشكلة انا شراتك ابكي الود بوسعيد خسرني تخسير شروات ابو زيد الهلال ولا شرات سالم الزير مشكلة الله بك ما بدكاتر سالم الزير لا ما بدكاتر ايش فيهم ولا ايش فيهم ما اعرفهم ايش وايد يطروهم وايد هالشعب ما اعرفهم وايد يطروهم يا اخي انا ما اعرفهم اعرف وليد وعلي والخاتمة يا قلب ما فات فيك الملام والتحذير ها ودان داني ودان دان يودان داني ودان دان يودان داني يودان دان بقول يا الله بساير زامل وبطيع وبساير يا يعيني يودان دان يودان داني يودان دان يودان داني بقول يا الله وبساير زامل وبطيع وبساير وين يوليل ساري يا من حضر باب التعبير يا من حضر باب التعبير لن يتفي درب المواد بمشي بمهل واتبع السير بمشي بمهل يا يعيني بمشي بمهل واتبع السير بمشي بمهل وينها يا يعيني وبمشي بمهل واتبع السير بمشي بمهل واتبع السير قضى السنة يوناس راويان ما جاتنا من تباشير ما ياتنا يا يعيني بمشي بمهل بحس بالسير بمشي بمهل بحس بالسير قضى السنة يقول راويان ما ياتنا من تباشير ما ياتنا يا روح منه تباشير على تحا تيه الملامة عقيت سرك في وسط بير عقيت سر يا يعيني قضي السنة ما يتباشير ما ياتنا من تباشير على تحاتيها الملامة عقيت سرك في وسط بير عقيت وين يلا بزمان وعقيت سرك في وسط بير عقيت سرك في وسط بير وانا شرع تكابكي يا الود بوسعيد سارني مخاسير بوسعيد يا يعيني عقيت سرك في وسط بير عقيت سرك في وسط بير انا ببكي يا الود والود خاسير سارني تخاسير والود وين يا روح حيواني الود زامني مخاسير ولد هيا سارني مخاسير شروات ابو زيد الهلالي ولا شرات سالم الزير ولا عشرة يا يعيني وانا لود خاسرني تخاسير والود خاسرني تخاسير ولا شرات ود الهلالي ولا شرات سالم الزير ولا قول قولها يا يعيني ولا شرات تسالم زير ولا شر
تسالم الزير والخاتم يا قلب ما فات في كلمة لا ما والتحذير في كلمة لا ما والتحذير في كلمة لا ما والتحذير. ما شاء الله عليكم يعطيكم الصحة والعافية. انزين هذه تشحشح علي عليك شلت لمبم لمبم عليك نوب نبغى غزلي يعني اشلها هي شلها اعطيني كلام كي اختصرها شوية نعم شل لنا اياها كلام غزلي كلام غزلي قصدك نبم والله كان بتعطيني انت الحين انا شوي مشي كلام زي مشي كاتب اللي حافظ لنا اللي حافظ هي مشي حافظ الكلام نبم لا والله هو حفظ عندي شوية ضعيف, ضعيف؟ نعم ضعيف شكل من تصور معذور معذور يمكن عامل ايش تضحك بس عارفه ها بس معذور مسكين قلت له معذور تضحك ايه معذور اقول لك تعرف المثل اللي يقول ما يعرف رطني ايش يقول ما يعرف رطني انت ما تعرف لا تسمعونه لا كلهم يعرفوا يا اخي سبحان الله يعني انا الحفظ شوي يعني زي ما شايفين في الاوراق مبم ماشي فيهم داني بي لا بوم عم بمشي معك يا وليد بوم بمشي اللي تيلق لها من الساعة دي ازي عطيه بيشلناه هو بتقرأها علي مبينة تشوف كيف مبين الكلام واضح نص نص هو يقول اللي فيها ولا زين اوكي اعطيه الكلام بس زين اعطيه الكلام داني وعلى يا عيني يوداني لدا يوداني ويودان ذيب ولعبت يوم قال ذيب وعلو يا مرحبا بخط النظام يا مرحبا بخط حيا وسهلا مرحبا وحيا وسهلا ومرحبا ما بين الصحوات ومن أما وين وين يوين يا مرحبا بخط النظام يا مرحبا بخط النظام وحيا وسهلا ومرحبا ما بين الصحوات ومن أما يلي علو يوين يا بين الصحوات ومن ما بين الصحوات وهلت دموعي والقلب شلاه الغرام والقلب شلاه الغرام ليل يا ليل يا ليل ما بين الصحوات ومن ما بين الصحوات ومن وهلت دموعي من الفراح والقلب شلاه الغرام ويلي علو يعيني والقلب شلاه الغرام والقلب يا دار بشري بالسعود يا دار بشري نشلي برايات وعلام نشلي برايات وعلام وين وين يعيني والقلب شلاه الغرام والقلب شلاه الغرام ويا دار بشري بالسعود نجلي برايات وعلام نجلي علو يا عيني نجلي برايات وعلام نجلي برايات قابوس يا نسل الكرم وقابوس يا نسل على صدري وسام اسمك على صدري وسام هلي هلي الغرام نجلي برايات وعلام نجلي برايات وعلام قابوس يا نسل الكرام اسمك على صدري وسام اسمك على صدري وسام اسمك على والخاتم صدري رب الولي وسام اسمك على صدري وسام والخاتم رب الولي اللي شفع واق وسقام يا اللي شفع واق وسقام يا اللي بن سعيد اسمك على صدري وسام اسمك على صدري وسام والخاتم رب الولي يا اللي شفع واق وسقام يا اللي يعين يا اللي شفع واق وسقام يا اللي وين 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 يا اللي شفع عوق وسقام يا اللي هلي يا هلي يا اللي شفع عوق وسقام يا اللي ويا ويني يا وين هيك اسو الرحمن يسلم هذا حن فيه الحين ما يفيدك الحين عبدين شوف ايش يقول سالم السعدي هناك شويه كي بيشربوا ماي لو ادم
يا عبار يا عبار يا عبار يا عبار بلغي سلامي للحبايب يا عبار يا عبار الله بلغي سلامي للحبايب يا عبار يا عبار والقلب لحن وتوله يا عبار يا عبار والقلب لحن وتوله يا عبار يا عبار اخر ربع ساعة ومش ربع ساعة حتى يعني 13 دقيقة يسلم عليكم فيصل منصور وابراهيم الزعابي ومحمد المخيني والصديق يسلموا عليكم وايد ويسلم عليكم ودكتوري سالم الراسبي الله يسلمهم جميعا والشباب كلهم يسلموا عليكم يعني حد منهم ما كاتب اسمه ابو عش الفارسي يسلم عليكم كذلك والنعم معروف نعم وابو صلاح اخوكم صلاح المخيطي يقول نبي تستضيف الشاعر طاهر الحارثي ان شاء الله كلهم بنستضيفهم وليدي عارفه يقول الله الله كلهم بنستضيفهم ان شاء الله بس ان شاء الله نحصل وقت وبالدور بالدور انزين الحين اخر 12 دقيقة همبل نعم نعم عندي تغرود تغرود نعم عندي تغرود وعندي همبل بعد نعم الهمبل في عشق على ناقة يعني كانوا يتزامطون فيها البوش وفي بلقيها بعد التغرود هذا التغرود الوطني عندي نعم رمست في الفن وليد لا ما رمست لا زين بنرجع لك وليد اسمح لي تفضل يقول بوصولكم ضح القمر وبهلي والشعب فرحان في المدن ويبلي والحمد لله مشافيا كل حالي يوم حط ركب الخير في بلادنا ونزل قابوس يا نور الوطن والحلي في ديرة فيها الفرح نشالي رجل السلام ودار العلم تبهالي عشبة أراضي ممحلة ملعالي والريم زاهي فلفلة والدلي والسلطنة شربت بيود زلي والأرض شربت ما لمسها محلي والختم نرجس ومن ورود وفلي الله الله ختم نرجس من ورود وفلي نعم زين علي علي انت خيال مثل خمسات واخوانك وكذا أنا خيال أيام الصغر حقيقة وبعدين عدت ودرت الخيل ودرت الخيل اتجهت صوب البوش صوب البوش مع أخوي نعم نعم أخوي مضمر في البوش عيسى نعم نعم نوجه له تحية زين وأنتوا على ظهر البوش أكيد تغنوا نعم هذا يسموه تغرود نعم بتشيل لي يا بصوت بشيل لك يا بصوت زين بس بيت واحد بيتين 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 ثلاث بيتين زين بيتين زين وبوصلكم ضح القمر وبهي اللي بوصلكم ضح القمر وبهي اللي والشعب فرحان في المدن ويبهي اللي والشعب فرحان في المدن ويبهي اللي والحمد لله مشافيا كل حي اللي والحمد لله مشافيا في الحي اللي قابوس يا نور الوطن والحي اللي قابوس يا نور الوطن والحي اللي في ديرتن فيها الفرح نشي اللي في ديرتن فيها الفرح نشي اللي حياك حياك شيء احسنت شيء طارق وانه شيء شو اسمه همبل 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 بوش زين بتشيل تبغى اشيل لك يا ولا انثر لك طويل ما بنا 10 بيوت ولا ترى ما نشيل وايد انزين انا اقول عد لي اياه وبعدين نشيل لي بيتين طيب لكن على السريع ان شاء الله هذه طال عمرك في ناقه شقره 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 حماد بن سالم الحكماني وناقه معلم اللي هي سمحه يقول شقره من عد اليصايل يا مطلب العاشق وصوفه الزين بو خصرو يداي اللي معتلي بنظرات شوفه تقطع سهاليب المخايل من سبب عيون كسوفه
تسقي العدو بارود حايل ويرد محنية كتوفه. يا سعيد يا راعي اليمايل ما يعكض الزمن وظروفه، داكي على سور العدايل شقره وبتغثيوان روفه، لين ييت الراعي العز سايل تلقاها مفتوحة صفوفه، لين ييت الراعي العز سايل تلقاها مفتوحة صفوفه، برعية وشيوخ وقبايل وعمان براق المنوفة، من اللي يحظى بحل وحلايل في المعركة دم النزوفة، وإعلام ناكب هاي خايل صمصام براق السيوفة، يا عمان فيك الخير هايل قابوس نظمها صفوفة. قابوس نظمها صفوفة شل بيتين زين. شقره لا من عدل يصايل يا يما اطلب العاشق وصوفة، الزينب وخصر ويدايل ليش معتل بنظرات شوفة، تقطع سهال بالمخايل من سبب عيونك سوفة، تسقل عدو بارود حايل ويرد محنية كتوفة، يا سعيد يا راعي اليمايل ما يعكض الزمن وظروفه. قد طويلة طويلة شو يا نعم حي الله صح صح لسانك صح لسانك صح لسانك يا أبو حسين. وليد نعم بوزلف نعم في الحان جديد وايد 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 بعد ترسيواني واكثر اكثر عن ترسيواني وايد وايد يبوا من الشباب يبوا منه زين. تشيل زانه نعم وترمس بروحك ارمس نعم وتغني اغني زين عندك وعن غيرك ايش يسوي انا مبتلي تراني يكلفوك يلا. في شيء حالك يعني بوزلف كي واحده غزليه فيها والله كلام تعرف كلام بوزلف ما ينحفظ ما ينحفظ مش كاتب مش يتذكر منه كان كلام بوزلف عادي مش علي بتعطيه كلام بوزلف والله اخوي بوزلف داني يا داني يا دانا يا داني يا داني يا دانا والناس نامت وانا ساهر شغلتني حبة الهيلي اداني اداني يا دانا اداني اداني يا دانا والناس نامت وانا ساهر شغلتني حبة الهيلي يا داني يا دانا يا دانا يا داني يا دانا يا دانا والناس نامت وانا ساهر شغلتني حبة الهيلي والناس نامت وانا ساهر شغلتني حبة الهيلي وايد من نوايح وايد بوزلف هذه من نوايح بوزلف نوايح بوزلف كلام مشي عليها مرتب والله ما تتذكره ما تتذكر ولا وايد وايد كثر بوزلف ما ينحفظ لا ليش خفيف ليش يوب بنادول بوزلف يوم عوجك راسك حبتين وطلع من السوق مرة بنادول لكن بيرد لك مرة بس ترى غيب العوق سهر مكان غيب السهر العوق مكان ما ينحفظ أعطيني من البر الصاع عبدين عبدين إلي حالك حال عبدين من قالك تخبر بعد أبا ينتبه أعطيني من البر الصاع عبدين تدور الحيي زمرت بنها لا حولها هيالي عن الدرب ذاعتكم وعز وكرامه اذاعدكم ولي مخرج الحلقه صاع عبدين بفن ومهاره مرت بنها كيف 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 يو 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 عطيني من البر صاع عبدين صاع عبدين تدور العيايز مرت بنها هيلي هيلي عطيني من البر صاع عبدين هيلي هيلي تدور العيايز مرات بينها يو 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 عيالي من الدرب ذاعتكم
وذاعتكم عزه وكرامه إذاعتكم هيلي هيلي ولي مخرج لحلق صعب دين صعب دين بفن ومهارة ميرات بينها عبد الدين. هذه حالك احتفظ فيها بعدين خذ القصيدة من عنده يتسمعنا وقاعد يرتب لنا وحن قاعدين هنا من المغرب. عبد الدين خذ القصيدة من عنده بعدين أتنسى مليان قلبي مليان ويسيل مثل الرميان مليان قلبي مليان ويسيل مثل الرميان أجود لا تعذبني وتخليني حيران أجود لا تعذبني وتخليني حيران مليان قلبي مليان ويسيل مثل الوديان مليان قلبي مليان. إيش قالكم؟ يقول عبدي مليان قلبي مليان ويسيل نحن مروحين عن وديان وعن غير نحن مروحين خوي تعالوا فوق تعالوا فوق لا تقول وادي الوادي بعد وديان. خلص البرنامج معهم وداع شي عبدين حل وداع كلمتين بسرعة بسرعة مرة مرة شلة شلة لا 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 بنواديهم يا صحاب الصيخة والطيب والوقت غلق وفايت غايته والوقت غلق وفايت غايته باني وادي صيح يا صحاب الصيخة والطيب والوقت غلق في حله وغايته ولتسمعنا من بعيد ومن قريب كسر ورحمن برامج ذاعته حياكم حياكم ايش يقول الكلام؟ اللي تسمعنا من بعيد ومن قريب كاسر ورحماني برنامج غايته والوقت غلق وحل وغايته ان شاء الله. الله الله وليد بن بخيت السناني علي بن زعل الراسبي شاعرين ان شاء الله عليكم بارك الله فيك جزاك الله خير يعني من كل شيء ماخذين يعني اشياء ما بشيء الله يعزك يعطيكم الصحه والعافيه صراحه انت سالم خذتنا شوي نوبة بغفله كيف عصرتكم ولا ما عصرتكم؟ لا مو ما ينش اسمه لكن خذيتنا بغفله قبل. شكرا جزيلا الشاعر وليد بن مخيت السناني والشاعر علي بن زعل الراسبي يعطيكم الصحه والعافيه شكرا جزيلا والشكر موصول لكم مستمعينا اينما كنتم اخوكم عبد الدين البلوشي يسلم عليكم كثير السلام واخوكم في التنسيق سيف الهلال ايضا يسلم عليكم تقبلوا تحياتي سالم بن سلطان السعدي نلتقيكم ان شاء الله الاسبوع القادم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تصبحون على الف خير حياكم الله إذاعة الشباب من سلطنة عمان أخبار الرياضة نقدمها لكم من إذاعة الشباب